جل رب لا يشاب بالمنهي سبته وانعذلت القلب من جيها معايا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة من حلقات برنامجكم نوادر شعبية. الأبيات اللي اخترناها في بداية هذه الحلقة هي للشاعر المغفور له إن شاء الله إبراهيم بن محمد الخليفي. يقول: أبعد عن الشبهات وقرب من الخير، تعيش هاني طول مدة حياتك، ومن الجميل أكثر وله جد في السير، وياك عن كثر الجميل التفاتك. يحث على أنك تفعل الخير وتبعد عن كل ما فيه شبهة. بداية: أبعد عن الشبهات وقرب من الخير، تعيش هاني طول مدة حياتك، ومن الجميل أكثر وله جد في السير، وياك عن كثر الجميل التفاتك. يحث على فعل الخير والجميل والإبعاد عن كل ما فيه شبهات. هذه طبعا هي أبيات نأخذها من قصائد، لكن القصائد فيها الكثير. هذه القصيدة فيها أكثر من معنى من هذه الأبيات. أطلب لها الرحمة إن شاء الله أموات المسلمين، وإن شاء الله الأبيات حازت على رضاكم. القصيدة أعزائي المشاهدين الذي اخترتها من قصائدي في هذه الحلقة من القصائد الاجتماعية، وهي من طبعا قديمة، نظمتها عام 1980 تقريبا. قال: الذي في عرض الأجواد ما ذم نزه، ولا تقبي عليها المذمة، ولا نطق لابن البشر سم يا عم، إلا منه لحق الحق عمه شقيق أبوه باللحم والدم، يرعاه ويشله ولو كان رمه، واجب على نسل الأكارم محتم، نفسه يكرمها وقوله يتمه، من قبل لا يفرط لسانه ويهضم، وسط المجالس والمذمة تعمه. قلته: وأنا من جور الأيام مهتم، هم من هبيل الرأي ما هو يهمه، في وقتنا الحاضر تقدم وقدم، ساس الردلي ما المذمة تهمه، يدعى ويقلط بالمجالس ويحشم، ويقام في صفه على غير ذمه، لاجل المصالح بالغبا والله اعلم، باللي نرابه من سجايا مغمه، ساس الرجاء يثلم جداره ويهدم، والساس الاخر ينتعمر بكمه، ما يرتضي بالهون والغبن والغم، من نشط عن خاله قبل خطبه امه، ما يرتضي بالهون والغبن والغم، من نشد عن خاله قبل خطبه امه، وترى الغنى والمال ما هو بيتم، لابد من صرف الليالي تخمه، ما هو باقي غير ما انت تقدم، من خير ولا ما نوالك تلمه، قم وانتبه يا تاير الراي وافهم، انك ضعيف ضيف من بين لمه، تمر السنه كل يوم وانت مسلم، امرك لنفسك لين حالك تسمه. اتمنى ان قصيدتي هذه نالت على الاعجاب والرضا ان شاء الله. مثلنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، يقول: كل عويد وفي دخان. العويد تصغير عود، يعني الكبريت إذا بطلته تجد فيه عيدان صغار، عدد من العيدان، والعود العود هذا لو ولعته يطلع فيه دخان. هو مثل على أنك لا تحتقر الناس. يمكن تشوف هذا رجل قصير أو صغير أو سنه صغير، لكن يكون هو عنده حكمة، وفي المراجل اللي تسألها أو تبحث عنها ستجدها عنده. فهو أنك لا تحتقر الناس. صراحة ذكرني هذا المثل بهذا الديوان اللي قدمنا عنه قبل 4 حلقات، ديوان
أمثال شعبية من الديار القطرية للدكتور ربيعة بن صباح الكواري. صراحة أن هناك العديد من الأمثال في هذا الديوان، حبيت أن أكرر مرة ثانية لمن يبحث عنه إن شاء الله سيجده بإذن الله تعالى. من تابع أعزائي المشاهدين حلقات هذا البرنامج الأولى من 1 إلى 30، قد شاهد بالتأكيد أن احنا قدمنا في كل حلقة قصة، ومن القصص اللي قدمناها صراحة كثر تكررت كثير، أن هناك امرأة كانت مصابة بالسرطان الله يجير المشاهدين، و ساعدت خادمة والله أنجاها. باختصار يعني القصة سبق وان قدمناها. في هذه الأيام قبل كم يوم تداولت أجهزة التواصل قصة قريبة من هذا من هذه القصة. صراحة نقدمها لأكبر شريحة في المجتمع لأنها تحث على الخير وفيها دلائل على من يقدم الخير الله ينجيه ويساعده. هذه امرأة مصابة بالفشل الكلوي، الله يجيركم إن شاء الله منه ويشفي كل من ابتلي بهذا المرض. وتبرعت إحدى الأخوات بكلية ولكنها بثمن بحوالي 30,000 ريال. وعندما جاء في الليل نوم الثنتين في غرفة واحدة على أساس أن الصباح سيكون بعد الكشف طبعاً بعد كل شيء أنها ستجرى العملية. المرأة الكبيرة المريضة سمعت البنت هذه الصغيرة عمرها يمكن حول 20، سمعتها تبكي في الليل فسألتها قالت ليش تبكين؟ قالت لها والله أن أصعب ما على الإنسان أنه يبيع جزء من جسمه. فقالت لها كيف أنت بايعة الكلية؟ قالت نعم، وأنا صراحة مجبرة لأني يعني الحاجة هي اللي أجبرتني على ذلك. اتصلت بأحد أبنائها وأبنائها يعني طيبين فيها الله يجزاهم خير، وطلبت من واحد من أبنائها أنه يحضر عندها في هذه اللحظة في الليل يمكن الساعة 11 أو 12 في الليل. جاءها قالت لها أعطيت البنت هذه حقها؟ قال لها لا والله ما أعطيناها، لما تخلص إن شاء الله العملية ونعطيها. قالت بكرة من الصباح تجيب لي المبلغ اللي اتفقتوا معاها عليه وتعطونها إياه. فقال إحنا اتفقنا على بعد العملية. قالت أنا أقول لك لازم تجيب المبلغ بكرة 30,000 وتسلمها له. فجاب 30,000 وعطاها إياها الصبح، عطاها البنت. قالت لها المرأة المريضة يا بنت توكلي على الله روحي لهلس وأنا بصبر تحت رب العالمين، وروحي هاي 30,000 هدية من عندي لك وتوكلي على الله وأنا سامحة عليك ومع السلامة. قيل إنها بعد ما طلعت للبيت وأكلت على الله خذت لها 2 أو 3 جت على الموعد غسيل الكلى. فعندما جت على الموعد وجدوها إن الكليتين ثنتين مشتغلة ولله الحمد. فكما ذكرنا في حلقة ماضية أو في القصة القديمة أن اللقمة تدفع النقمة كما نقول إحنا في مثلنا. هذه القصة حبيت أن أقدمها وأكررها للمشاهدين لأنها سبق وأن وردت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى أنها حازت على رضاكم. لقاءنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أجريته في 20/11
1982 مع الشاعر القطري المعروف حامد بن علي بن مايقه الإحبابي. صراحة لقاءاتي معه كثيرة، وصراحة أن حامد واللي مثل حامد إذا حضروا في البرنامج أثروه، ونسعد دائما بلقاءتهم. نشاهد هذا اللقاء ولكم الحلقة. مشاهدي الكرام، نيابة عنكم نرحب بشاعر هذه الحلقة، الشاعر المعروف حامد بن علي بن مايقة الإحبابي. حيا الله الأخ حامد. الله يبقيك ويسلمك. طال عمرك، هذه أبرك الساعات اللي حضرت معنا في هذه الحلقة ونعبر ونتكلم معاك عن القصيد وعن أمور الشعر، لأن برامجنا اللي حنقدمها كلها قصيدة. إيش عندك يا فلان ويعد قصيدته؟ طال عمرك إحنا نسمع، الجميع يسمعون في التلفزيونات وفي الإذاعات قصايد تعد وتكسر، سواء للشاعر نفسه أو الشاعر غير، وبعض الأخوان اللي يعدون هذه القصيد بعيدين من الشعر النبطي، فما أدري طال عمرك رأيك في هذا. والله طال عمرك رأي، طبعا رأي الخاص. نعم، الشعر شعور. نعم، الإنسان لما يكون شاعر ويعبر عن شعوره، إذا الشاعر يعبر بصورة صحيحة وهو طبعا عنده غريزة شعرية، هو يجيد النوع اللي هو يعبر عنه أو الشعر. لكن الإنسان عندما يجبر نفسه أو يحاول طال عمرك أن يكون شاعر وهو ما عنده غريزة شعرية، أو عنده غريزة لكن ما صقلها، يعني ببارات الشعراء والاحتكاك بالشعراء ولا جالس الشعراء نعم، يكون يعني في نظري أنا أنه غير ناضج يعني، والمفروض أنه يخلي قصيدة بينه وبين الراعي الخاصين. ها، فأنا لما أسمع الشعر اللي يكسر، سواء كان راعيه اللي عده أو شاعر ثاني، صراحة يا أخ حمد أتعقد. هذا أنت وكل واحد طال عمرك يقول الشعر ومثلك وشره. نعم طال عمرك، لابد أنك قلت شيء من الأمثال على هذا، وبخصوص إحنا ذا الحين إحنا هذا عرفنا الشعراء، لكن الناس اللي ما هم شعراء، اللي ما هم شعراء، اللي بعيدين من الشعر النبطي ويتكلمون عنه. طال عمرك مثل ولا قصايد يعني؟ نعم، يمكن ما لها مجال يعني. لا، احنا بنجيب القصايد. المثل مثل طال عمرك. نعم، اقول ارى الشعر بيت كل من جاه ما دشه، نعم، صعيب دخوله ينتقد قول من غشه، محال يجيده واحد ما يروف به عن الزود والمنقود والكلمة الهشة، والكلمة الهشة محال يجيده واحد ما يروف به. نعم، عن الزود والمنقود والكلمة الهشة، لكن عفى الله عنا سم ضو يوم ما رضوا على الشعر بالتقصير والصبغ والرشة، غرايز ضمايرهم اتسابق نفوسهم كما قال الأول يندر الفرخ من عشة. من عشة، لأني طال عمرك متأثر بالشعر الأولين. ما يحتاج. طال عمرك أنت، ما أدري، فيه من يقول أن الشاعر حامد بن علي متأثر بالشاعر المرحوم أحمد أو محمد بن أحمد السديري، فما أدري رأيك أنت. هذا ناس يقولون كذا. نعم طال عمرك تأثرت بمحمد، ومع أول ما قلت الشعر تأثرت قبله بشعرا عندنا في قطر. نعم، تأثرت بشعرا طال عمرك، قريت قصيدهم. نعم، مع بداية إنتاجي للشعر أو ممارستي للشعر. أي نعم، مثل حياة المرحوم الفيحاني ابن عبد الوهاب. نعم، ومثل ماجد بن صالح الخليفي. نعم، قريت عنهم الشعر وتأثرت بهم. الله يرحمهم. والمرحوم ابن عفيشة. الله يرحمه. وكذلك محمد تأثرت به تأثر مبالغ. نعم، صراحة تراني لمحت له في إحدى قصائد تأثر هذا. نعم، التأثر هذا ممكن تعد طال عمرك القصيدة. لمحت في ردي على راشد بن الذيب لما أقول تأثرت الأول في نشيد ثلاثة بمحمد وماجد والأديب عمير. والأديب عمير. وتأثمت في رمز المعاني وسوقها ولا ظن غيري في الأميرة غتير. غتير. أبو زيد لقال المثائل يصونها عن الدوس والتحريف والتقصيد. هذا نوع من القصيدة، ولا القصيدة فوق 700. نعم. نعم. طال عمرك ما أدري ليه ما جمعت لك ديوان. ها،
هذا طال عمرك والله منت بالأول اللي سألتني السؤال هذا. سألني عدة أشخاص هنا يعتنون بالشعر مثلك وشرواك. شرواك الطيب. وتأليف الديوان طال عمرك أول يبي فراغ، والفراغ في وقتنا هذا كما تعرف قليل. نعم. فراغ قليل. الدنيا الله يكفينا شرها. نعم. ولا أنا والله عندي كتبته مكتوب الديوان الحين، وإن شاء الله على وشك إني الله كريم أطبع. الله يساعدنا وياك. طال عمرك إحنا القصد من ديوانك وديوان الشعراء اللي مثلك وشرواك أن كثير الناس يقولون عقب محمد بن عبد الوهاب الفيحاني نسمع لقاءاته وكذا يقولون ما أن الشعر ما به شاعر أبرز نفسه. ما أدري طال عمرك. محمد بن عبد الوهاب مهما قيل فيه من مبالغة المدح، أنا برأيي الخاص إنهم قصر أيد الشيء هذا. نعم. محمد بن عبد الوهاب قمة يعني في انظري أنا طال عمرك. كل اللي هرايه. لا ما يحتاج كلام سليم. محمد بن عبد الوهاب وفي وقت. ولكن ما وقف الشعر عقبه. ما وقف. في شعراء. لا في. ما يقصرون من. خصوصاً طال عمرك كطر فيها شعراء غنية بالشعر. نعم. تعرفهم أنت ويعرفونهم ناس واجدين. نعم. فحول بعد. في قطر وفي غير قطر. وفي قطر وفي الجزيرة العربية. نعم طال عمرك. نعم. نبيك طال عمرك تختار لنا قصيدة من قصائدك اللي تختارها لإخوانك المشاهدين. والله ما أدري وش النوع اللي. النوع اللي انت تختار. والله اذا جبت الغزل بعد ترى الغزل له والله محبين. انا الاخ حمد انا مقل في الغزل صراحه. ايه خلاص احنا القليل انا هو المطلوب. بس فيها بيات اي قلتها طبعا اول. نعم. اقول يالله اللي له بالافلاك تقدير، يا حي يا محي العظام الرميمه، يلي خلق الانسان يا رازق الطير، عظيم يا قادر الأمور العظيمة، يلي نطق من حكمته عادها صغير عيسى وتنشق البحور الكليمة، أنك تدبرنا على خير تدبير، وادخل عليك من الغلط والظليمة، وعوذ بك من قول الأقوال تزوير، الزور يحدث بالدروب الوخيمة، زان الغرام وصار لكيف تفكير، واحضر بيوت من صميمة سليمة، البارحة وافيت ريم الدعاثير، ريم الرماني من طوارف بريمة، سلم وقال الله يمسيك بالخير، قلت السلامة منك راس الغنيمة، قال السبب قلت السبب منك تخدير، خدرتني وادعيتني كالبهيمة. الله الله كرم. خليتني لنطق ولا قعد ولا سير، كني مسوم في جنابك جريمة، سجح بعين تسخر القلب تسخير، زادت جروح من سببها قديمة، قال السموحة كان تقبل معاذير، من صغر سني بالمودة غشيمة. غشيمة. قلت العفو يا سيد بيض الغنادير، روفي بنفس العاشق المستهيمة، دمرتني يا قايد الصيد تدمير، خافي من الله ورحمية رحيمة، قطع الوصل يا كامل الزين، بيصير نار تولع في طوارف هشيمة، قالت كلامك زاد والزود تبذير، وأنا بخيلة والمودة كريمة، قلت البخل في سلم الأجواد تقصير، وانتي من أجواد العربية حشيمة، قفت وهي تشر بالأصبع تحذير، تخشى العيون وناقلين النميمة. النميمة. سبحان من صورها للزين تصوير، وخلق صور بعض الخلايق عديمة، أشكر عفر عن نهود المزابير، حمر ثمرها والملامس نعيمة، غض نعوده مثل لدن الخيازير، باللين ولا بالجسامة كسيمة. كسيمة والله. قطيتني يا داعج العين في البير، وتليتني تل الصعب بالصريمة، وعذبتني عمدا على غير تفكير، وسويت لي عقب الصداقة نقيمة وسلامة. أمك سالم الله يصح لسانك. والله طال عمرك الحديث معك يعني ودنا أنه ما يوقف، ولكن برنامجنا قصير، لكن طال عمرك ما أدري إيش رأيك في بعض الشعراء اللي يقولون القصائد، إحنا الشاعر المبتدي يعذر إذا قال قصيدتنا ضعيفة في بدايته، أو 10 أو 20 في بدايته بعضهم يعذر، لكن إيش رأيك في طال عمرك واحد إن يقول قصيدة قوية اليوم، أيوة، وعقب كم من يوم يجيك بقصيدة ضعيفة، يعني عقبها قالها عقبها عقب القصيدة، عقب القصيدة القوية جاب ضعيفة. هذه طال عمرك من رأي طال عمرك أي. أو فكرتي أنا أن الشخص هذا أي. ربما يكون قال النشيدة هذيك متأثر وضمير صادق، لكن ربما تكلف أو ربما أحد كلفه بالشيء هذا أي. ما تحصل شعره متوازن صح.
والكمال لله سبحانه وتعالى. طال عمرك ما حاولت تعطي شيء من قصائدك للفنانين اللي يغنون الغناء على العود؟ سلامتك. مالك نية ولا؟ والله أول شيء حنا طال عمرك شوي متزمتين في النوع هذا. يعني هي. وثاني شيء الملحنين، مع احترامي للملحنين الموجودين، الملحنين اللي ما يكسرون القصيد. يلا هيل. هو أعتقد هذا يرجع للمغني بنفسه. المغني لازم يكون طال عمرك يجيد المنطق. ولا الشعر النبطي ملحن بنفسه لأنه. نعم. هو ما يقال إلا بعد ما يلحن. أي نعم. القصيدة النبطية نعم. طبعًا ما تقال عقب ما تلحن. أي نعم. زين طال عمرك إحنا، أنا هذا سؤال دائما أسأله، إحنا نشوف أن الشيبان والشعراء اللي انت عديتهم مثل عميد بن راشد بن عفيشة وغيره من الشعراء ومحمد بن صالح الكواري وغيره من الشعراء ذولا الله يرحمهم ماتوا وقصيدهم ما حفظ الله يمكن عند عيالهم، ويمكن الظروف الحياة تمنعهم من جمع والديوان، فما أدري طال عمرك هل فيه تقصير من الناس المهتمين في جمع القصيد هذا؟ القصد والله طال عمرك أنا أعبر عن رأيي الخاص. نعم. أنا منظري الخاص نعم أعتبره قصور من المسؤول عن الشيء هذا. نعم. لأن هذا طال عمرك تراث، وإذا مات مع أهله تؤسف عليه. نعم. وهذه طال عمرك بعض الكلام اللي يموتون هله يبقى تاريخ. تاريخ نعم. تاريخ شعرها اللي أنت عديت طال عمرك لما تجيك كلمتهم تقدر تبني عليها قصيدة. نعم. في إذا ما حفظت أو طبعت. نعم. والله صراحة أخ حمد الطباعة أو التاليف عندنا أي نعم ما هو بالمستوى اللي أنت تريد أو الاهتمام اللي أنت تريد. نعم. حسب رأيي أنا طبعا وكل له رأي. نعم والله المفروض طال عمرك إحنا هذه طبعا نتكلم فيها ونطالب فيها الأخوان المسؤولين وخصوصا مركز التراث اللي توه أسس أنهم يحافظون على القصيد، لأن القصيد هو صحيح انه من التراث او يمكن اذا ما كان من الاول التراث، فالمفروض من الاخوان انهم يحافظون على الشيبان الكبار اللي راحوا. نعم. اللي بيروحون. نعم. احنا كل سنه والله فلان الشاعر فلان الله يرحمه وراح مع قصيده معه، وهذه سنه الحياه، فهذه نعم. نطالب بها الاخوان انهم لا يبخلون. والله نطالب ونلح. نعم. أن يكون فيه أشخاص أو شخص مهتم بالشيء هذا. لا هو فيه مهتمين، لكن المهتمين قلة. وبعدين أعتقد أنا في رأيي لحتى الآن ما في شخص هناك. أيوة. ما حتى لو يزعلون علي ما في شخص هناك يعرف عن القصيد ويعرف القصيد وأوزانه. ودك أن يكون الشخص. لأن الشعر لابد أنه يبغي له شخص عارف ومرت عليه القصيد. كلام. وفاهم أوزان القصيد، أما إذا أجمعه وخربه فهذا بعد. ودك ما يطبع. ودك أنه ما يطبع. نعم. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين. نشكر الشاعر حامد ابن علي ابن مايقه الاحبابي والله يعطيك العافيه. في عام 1985 زرت عدد من المناطق دول الخليج، ولله الحمد استفدنا منهم الكثير. من هذه الدول سلطنة عمان، وقدموا لي العديد من الفقرات واللقاءات، منها هذه الفقرة أتمنى أنها تعجبكم. يقول في بدر اللي صفر ده يا يمي شرات.
غير انت الزهاوي يا يمي يقول في بدر اللطيف فردان يا يمي سميه الله من عالم تعيني يقول في بدر اللطيف فردان يا يمي سميه الله من عالم تعيني يقول في بدر اللطيف فردان يا يمي سميه الله من عالم أحييكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لما نقدمه في هذا البرنامج، وأحيي كل من عمل معنا في هذه الحلقة. لنا معكم لقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.